بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي، في هذه الليلة المباركة التي يلقي فيها الدكتور مثنى حارث الضاري محاضرة بعنوان الدكتور محمد عمارة والغياب الكبير، فليتفضل. جزاه الله خيرا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المجلس الأسبوعي الذي نخصصه اليوم للحديث عن رحيل الدكتور المفكر الإسلامي المعروف محمد عمارة رحمه الله. وهذا جانب من جوانب الوفاء له شخصا وفكرا وعلما ومواقف، فقد كانت له مواقف معروفة ومشهودة وكبيرة لأمته ولبلده ولبلدان المسلمين التي تعرضت لمآسي كبيرة وما زالت، ومنها العراق. سنتناول في هذه المحاضرة بعض التفاصيل المتعلقة بحياته وسيرته ومؤلفاته واتجاهاته الفكرية، ونعطي أمثلة منها من إرثه الفكري الكبير والضخم جدا، وأيضا نتعرض لمرحلة التحولات الفكرية في حياته، ومن ثم نختم ببيان بعض مواقفه الفكرية العامة والوطنية والقومية والإسلامية، وبعض الأفكار المنهجية التفصيلية التي تهم طلبة العلم أكثر من غيرهم. وسنحاول في هذه الخلاصة أن نلم بسرعة بالخطوط العامة لسيرة واسعة وكبيرة جدا من الصعب أن يحاط بها خلال نصف ساعة. الحديث عن محمد عمارة المفكر الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الذي وافاه الأجل مساء يوم الجمعة الماضي الرابع من رجب 1441 للهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شباط، عن عمر ناهز 89 عاما بعد مرض لم يدم طويلا. مرضه كان سريعا أسابيع ثم توفي رحمه الله. من باب الوفاء أيضا، بعد انتهاء هذه المحاضرة، أدعوكم جميعا أيضا لي صلاة الغائب على روحي الدكتور محمد عمارة، لأنه هو أوصى ابنه الدكتور خالد بصلاة الغائب، أن يصلى عليه صلاة الغائب من جميع المسلمين أو من يستطيع منهم ذلك. المحاضرة اليوم تتحدث عن غياب محمد عمارة تحت عنوان محمد عمارة والغياب الكبير. محمد عمارة والغياب الكبير، وقد اخترت هذا العنوان الغياب الكبير لأبين الفراغ الذي تركه محمد عمارة على كل المستويات العلمية والفكرية والمنهجية والمواقف السياسية. فغيابه غياب كبير، وسيظهر أثر هذا الغياب الكبير عن المشهد من خلال تفاصيل المحاضرة، وبالذات من خلال الإرث الكبير الذي تركه بعده رحمه الله. أيضا هذا الغياب يشكل ثغرة كبيرة جدا، وغياب لجهد وصوت مدافع عن الإسلام، وقد عرف هو بهذه الصفة كما عرف بها غيره ممن تقدمه كما سيأتي بعد قليل. فقد دافع عن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا ونظما ومقاصد وشخصيات وما إلى ذلك، لم يترك جانبا من جوانب الفكر والحضارة والتاريخ الإسلامي إلا وكتب فيه. لأجل هذا ولأجل جهده الكبير وطريقته في الدفاع عن الإسلام، لقب بألقاب كثيرة جدا، نختار منها ثلاثة، نذكر اثنين الآن، ثم بعد ذلك نتوقف عند الوصف أو اللقب الثالث الذي أطلقه عليه أحد كبار علماء الأمة. أطلق على الدكتور محمد عمارة لقب البلدوزر، وهذا اللقب أطلقه عليه تلامذته في مصر، ويعود ذلك إلى طريقته في النقاش وفي الجدال وفي عرض حقائق الإسلام والدفاع عنه والرد على أباطيل خصومه. فقد كان أسلوبه قوياً
متدفقا سريعا معززا بالمعلومات، لا يعطي فرصة للمقابل لاقتناص ثغرة ما أو خطأ ما يبني عليه دفاعه، وكان هذا الدفاع دائما معززا بالأدلة النصية والأدلة العقلية والوقائع الحاصلة التي أيضا تدل على إلمامه بالساحة التي يعيش فيها. لم يكن مقتصرا على كتبه كما يظن بعضهم. الدكتور محمد عمارة من أغزر المؤلفين في العصر الحاضر، وبيته أو شقته في القاهرة وقد زارها بعض إخواننا في الهيئة تكاد تكون بالكامل للكتب، فهي مكتبة وليست شقة. والذي يعرف الإحصائية ويطلع على إحصائية ما كتب سيقول بأن هذا الرجل كرس حياته تماما للكتابة والتأليف والتصنيف، ولم ينشغل بأي جانب من جوانب الحياة على خلاف ما هو حاصل. ننتقل الآن إلى بيان السيرة باختصار، سيرة الدكتور محمد عمارة. ولد الفقيد رحمه الله تعالى عام 1931 في قرية صروة التابعة لمركز قلين أو قلين بمحافظة كفر الشيخ بمصر، وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، والتحق عام 1945 بالمعهد الأزهري. هناك انقطاع طويل، يعني عمره 14 سنة حتى التحق بالمعهد الأزهري ليدرس الابتدائية الأزهرية والثانوية الأزهرية، حيث أتم التعليم الابتدائي والثانوي، ثم دخل بعدها في المعهد الأحمدي الثانوي الأزهري في مدينة طنطا، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية عام 1965 من كلية دار العلوم جامعة القاهرة. لاحظوا مواليد 31، البكالوريوس عام 65، يعني عمره 34 سنة حتى حصل على البكالوريوس. السبب هو التأخر في الالتحاق بالمدرسة، وهناك سبب آخر سيأتي ذكره بعد قليل. ثم حصل على الماجستير في العلوم الإسلامية في تخصص الفلسفة الإسلامية من الكلية نفسها عام 1970، وأخيرا نال شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم أيضا في التخصص نفسه عام 1975، يعني عمره كان 44 سنة عندما حصل على شهادة الدكتوراه. وعرف الدكتور محمد عمارة بمواقفه الإسلامية والوطنية البارزة والجريئة، وتصديه للدفاع عن الأمة وثوابتها وقيمها وتراثها ومصالحها، ونشط كثيرا في مجال بيان رسالة الإسلام وخصائصه وإظهار معالم شريعته ومقاصدها والرد على الشبه والأفكار المضللة الظاهر منها والباطن. وله في هذا المضمار الذي تميز فيه عن غيره الكثير من الجهود والمناظرات والدراسات والمشاركات الإعلامية، فضلا عن المؤتمرات والندوات العلمية وغير العلمية، وعضوية المؤسسات العلمية والبحثية، وصياغة المشاريع الفكرية والثقافية والحضارية في مختلف المجالات النافعة. والفقيد رحمه الله جهود كبيرة في التأليف والبحث والتحقيق أغنى بها المكتبة العربية والإسلامية، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها في رقم محدد، ولكنها في كل الأحوال لا تقل عن 100 كتاب مؤلف عدا جوانب الإبداع الأخرى التي سيرد ذكرها، كالدراسات والبحوث والتعليقات والمقالات وتقدمات الكتب والتعقيبات والمواد العلمية في الموسوعات، وهذه جميعا مختلفة المحاور والموضوعات والمناهج وطرق المعالجة، وتحفل بكثير من وجهات النظر التجديدية المنضبطة وفق حكم التشريع ومقاصده. يبلغ عددها في إحصاء يعود إلى عام 2010 في أحد مؤلفات الدكتور عمارة، كان يعني يعتني جدا بسرد مؤلفاته وحفظها وتوثيقها، وهو ما أفاد الباحثين بعده. وصلت في عام 2010 إلى 243 عنوان. من عام 2010 إلى عام 2020 10 سنوات، في هذه السنوات العشر ظهرت له أيضا كتابات ومؤلفات كثيرة جدا، ممكن أن ترفع الرقم إلى 270 و80، ونحن مطمئنين يعني نذكر هذا الرقم. فهذا كعناوين، أما ككتب مؤلفة كبيرة تكاد تكون أو تقرب من 100، لأن الدكتور عمارة مثله مثل غيره من الكتاب المكثرين، يعني نشبهه باللواء محمود شيد خطاب رحمه الله. مجموع مؤلفات محمود شيد خطاب أو عناوين محمود شيد خطاب التي جردتها في سنة من السنوات تجاوزت 300 عنوان. لماذا؟ لأنه عندما يكتب عن موضوع
ويستدعى أو يدعى لكتابة موضوع ثاني أو عن نفس الموضوع في مؤتمر أو ندوة أو غيره، لا يرجع إلى الكتاب الأول ويأخذ منه ويلخص، وإنما يكتب هكذا سجية الأفكار التي لديه ويعززها بمعلومات جديدة، فكأنه تأليف جديد وليس إعادة لكتابة بعض الأفكار. لذلك هناك تداخل في بعض الكتابات، ثم كتب مقالات كثيرة جمعها بعد ذلك في كتب، أو أن كتب نفذت يعني لا يوجد منها نسخ حتى عنده، اضطر مرة ثانية إلى أن يعيد كتابته تحت عناوين مختلفة. وهذا أيضا حصل مع محمود خطاب وغيرهم من المكثرين رحمهم الله أجمعين. إذا ما انتقلنا إلى محور التراث الفكري، سنكتشف أن مجال الإبداع عند محمد عمارة رحمه الله تناول المحاور الرئيسة الآتية كقوالب للإبداع، وهي المؤلفات، الدراسات والبحوث، الكتب المحققة، المؤلفات المشتركة مع آخرين، الكتب المحررة، الأعمال الكاملة، جمع الأعمال الكاملة كثير من العلماء، المقالات، تقدمات الكتب، التعليقات، المشاركات في المواد العلمية في الموسوعات، والإشراف على الأعمال العلمية المشتركة، فضلا عن الإشراف على طلبة الدراسات العليا ومناقشة رسائلهم. هذا التراث الفكري بهذه الأوعية يمكن أن يقسم على أنماط بحسب العلوم التي كتب فيها. أنا قسمت الآن بناء على جرد سريع لأجل هذه المحاضرة، تقريبا ظهر عندي 15 أو 16 جانبا. نأتي على الجانب الأول وهو التخصص الدقيق، تخصصه الدقيق في الفلسفة الإسلامية ومتعلقات الفلسفة الإسلامية، كتب فيه كتب كثيرة، سأقتصر على كل جانب من هذه الجوانب على ذكر من 3 إلى 5 عناوين فقط لإعطاء انطباع عن سعة مجال البحث الذي كان يعمل فيه. ففي التخصص الدقيق كتب عن المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، وكتب عن رسائل العدل والتوحيد عند المعتزلة، وحقق كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد، وكتب أيضا عن مقام العقل في الإسلام. وفي جانب دراسات الكتاب والسنة كتب حقائق وشبهات حول القرآن الكريم، حقائق وشبهات حول السنة النبوية، السنة النبوية والمعرفة الإنسانية، السنة النبوية التشريعية وغير التشريعية، مجموعة مقالات جمعت في كتاب. وفي جانب الفكر الإسلامي كتب تيارات الفكر الإسلامي، الإصلاح الديني في القرن العشرين، الشيخ المراغي نموذجا، الإسلام وقضايا العصر، الدين والدولة. لاحظوا أن هذه كتب ليست بحوث وليست مقالات. في جانب دراسات الحضارة الإسلامية كتب في فقه الحضارة الإسلامية والعطاء الحضاري للإسلام، ودرس وحقق كتاب روح الحضارة الإسلامية للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله. في جانب النظام السياسي في الإسلام والسياسة الشرعية كتب الإسلام وفلسفة الحكم، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، الإسلام والسياسة، الرد على شبهات العلمانية، وكتب معركة الإسلام وأصول الحكم. وهذا الكتاب هو دراسة وتحقيق لكتاب علي عبد الرازق المسمى الإسلام وأصول الحكم، الذي صدر في العشرينات وأثار ضجة كبيرة في وقتها، نفى فيها أن تكون هناك نظرية سياسية في الإسلام، وقد تصدى له العلماء منذ ذلك الوقت وحتى الآن. الدكتور محمد عمارة حقق الكتاب وقدم له دراسة وبين الأسباب التي دفعت الشيخ علي عبد الرازق لكتابة هذا الكتاب في إطار صراع سياسي بعيدا عن الحقائق العلمية، ثم بين أيضا أن الشيخ علي عبد الرازق قد عاد عن هذا الرأي في أواخر حياته، ولكن لم يشتهر عنه هذه العودة. وفي مجال الصحوة الإسلامية، وهو من المجالات التي توسع فيها كثيرا، كتب الطريق إلى اليقظة الإسلامية والصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري والأصولية بين الغرب والإسلام وأبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية والصحوة الإسلامية في عيون غربية. وفي مجال الدراسات العلمانية، وقد كان مبرزا فيه أيضا وخاض نقاشات ومناظرات كثيرة جدا مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله ضد العلمانيين في وقتها، كتب سقوط الغلو العلماني، التفسير الماركسي للإسلام، العلمانية ونهضتنا الحديثة. وفي مجال دراسات الغرب والإسلام كتب الغزو الفكري وهم أم حقيقة،
وكتب أيضا الغرب والإسلام، أين الخطأ وأين الصواب؟ وكتب في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام، ثم معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام. لاحظوا يأخذ القضية من عدة جوانب، يعني مثلا الغرب والإسلام تكلم عن فكرة الغزو الفكري، هل الغرب يغزونا؟ هذه مؤامرة حقيقة وهم أم لا؟ يتكلم عن الخطأ والصواب، الإيجابيات والسلبيات بتعبير آخر، ثم تكلم في إطار المواجهة والصراع لما بدأت النظريات عن الصدام الحضاري وما إلى ذلك، ثم كتب حتى عن المصطلحات المستخدمة في هذا الصراع. في مجال الدراسات العربية والقومية كتب الإسلام والعروبة، التيار القومي الإسلامي، الجامعة الإسلامية والفكرة القومية. وفي مجال القدس وفلسطين، وهو مجال أيضا كان واسعا في دراساته، كتب في فقه الصراع على القدس وفلسطين، القدس أمانة عمر في انتظار صلاح الدين، وإسرائيل هل هي سامية؟ وفي مجال الأديان والفرق، وهو قريب من اختصاصه، كتب الفارق بين الدعوة والتنصير، والأنبياء في القرآن الكريم والكتاب المقدس، وتقرير علمي في الرد على المنصرين. في مجال الدراسات المصطلحية، وكانت له عناية به غير ما تقدم في الجوانب الأخرى، كتب في فقه المصطلحات، وكتب أيضا إسلامية المعرفة ماذا تعني. أما في مجال الشخصيات فقد كان وفيا لأعلام أمته، فكتب الكثير من الكتب في هذا المجال، تكاد تقرب من 20 كتاب كبير وصغير عدا المقالات. فمن ذلك عمر بن عبد العزيز ضمير الأمة وخامس الخلفاء الراشدين، محمد عبده تجديد الدنيا بتجديد الدين، علي مبارك مؤرخ ومهندس العمران من أعلام الإحياء الإسلامي. في جانب الأعمال الكاملة، دكتور محمد عمارة وقلة من علماء الأمة انتبهوا إلى هذا الجانب، هناك أعمال كاملة أو مؤلفات متناثرة لعلماء الأمة لم تحظى بالعناية اللازمة، وقد أخذت منها بعض المؤلفات واشتهرت، وأحيانا للأسف تشتهر على خلاف ما يريد المؤلف، ككتاب قاسم أمين الذي يتحدث عن تحرير المرأة وعد من أحد دعاة تحرير المرأة. فكرته في تحرير المرأة لا تبتعد كثيرا عن فكرة تحرير المرأة من وجهة نظر الإسلام، لكن حسب أو عد من دعاة تحرير المرأة المخالفين للضوابط الشرعية، فهو مثلا اعتنى به، جمع أعماله الكاملة وقدم لها بدراسة. فمن ذلك جمع أعمال محمد عبده ودرسها وحققها، وأعمال عبد الرحمن الكواكبي، وأعمال قاسم أمين، وأعمال رفاعة الطهطاوي، وأعمال علي مبارك، ثم انتقل بعد ذلك لأعمال بعض مشايخ الأزهر المتأخرين، أخذها كاملة أو جزءا فكتب عنهم كما سيرد في بعض العناوين القادمة. من المحاور المهمة أيضا أو الجوانب المهمة في فكر محمد عمارة التي اعتنى بها عناية كبيرة موضوع المرأة، فكتب كثيرا عن هذا الموضوع وخاض جدالات ونقاشات واسعة بصدده. فمن ذلك كتب قاسم أمين تحرير المرأة والتمدن الإسلامي، وكتب أيضا التحرير الإسلامي للمرأة رد على شبهات الغلاة، وكتب أيضا شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام. اعتنى أيضا بكتابة الكتب الصغيرة أو الرسائل الصغيرة لكي يسهل على عامة الناس القراءة بسرعة واقتناص المعلومات بأقل وقت ممكن، فأنشأ ما يسمى بالسلاسل، وهو أسلوب كان معهودا في ذلك الوقت بكثرة، وله 3 سلاسل مشهورة. الأولى بعنوان هذا هو دين الإسلام وفيه 9 رسائل. السلسلة الثانية عنوانها واسمها في التنوير الإسلامي، وهذه من أوسعها فيها 57 رسالة. والرسالة السلسلة الثالثة أن أريد الإصلاح ما استطعت، فيها 20 رسالة. قسم منها هو ملخص لأفكاره المنثورة في الكتب الأخرى. وله أيضا كتابات متفرقة لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد لأنه متداخلة تدخل في عدة جوانب من الجوانب المتقدمة، فمنها الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق، المؤسسة والمؤسسية في الحضارة الإسلامية وهذا مؤلف بعد 2010، الإسلام والأمن الاجتماعي عندما أصبحت مصر عربية إسلامية، الرد على كتاب فصل الخطاب في تاريخ قتل ابن الخطاب،
وهذا منهجه في السنوات الأخيرة، بدأ يتناول هذه الموضوعات التي فيها أبعاد طائفية ويبين الحقائق فيها، ولهم مؤلفات متأخرة في هذا الموضوع، وهو جانب لم يعهد في كتابات محمد عمارة المتقدمة، ولكن كما تعرفون هو يعني يساوق أحوال الأمة وما يحدث فيها من مشاكل وما يجد فيها من فتن وشبهات، فيحاول أن يبدي أو يعرض رأيه فيها جميعا. هذه نظرة سريعة على التراث الفكري لمحمد عمارة، وهو استعراض سريع يدل أكيد هذا الانطباع يعني حصل عندكم جميعا أنه واسع جدا في الكتابة والتأليف وعلى جوانب متعددة. هناك ملاحظات معينة على العناوين المطروحة سترد بعد قليل في بيان المواقف والأفكار. إذا انتقلنا إلى المواقف والأفكار، محمد عمارة يمكن أن ترصد في حياته مواقف كثيرة وأفكار كثيرة، اصطلح على تسمية بعضها بالتحولات الفكرية. نحن سنناقشها اليوم من جانبين، المواقف والتحولات الفكرية والأفكار العامة التي أسهم فيها إسهاما واضحا وبارزا ممكن أن يكون علامة على تجديده وإبداعه في هذا المجال. محمد عمارة مر بتحولات فكرية عديدة كغيره من الكتاب والمفكرين في ظل الظروف التي مرت بها الأمة على مدى عقود من القرن الميلادي الماضي، وهو ليس حالة فريدة في هذا المجال كما سيرد بعد قليل. فرغم نشأته الدينية والأزهرية إلا أنه كان في بداياته عروبيا يساريا قريبا للفكر الماركسي، وفي ثلاثينيات القرن الماضي انضم إلى حزب مصر الفتاة. تعرفون توجه حزب مصر الفتاة حزب وطني عام ذو ميول اشتراكية يسارية نوعا ما، وكرس نشاطه ودفاعا عن العروبة ومحاربة الاستعمار، وهذا هو كان النمط السائد في مرحلة الثلاثينات والأربعينات إلى أوائل الخمسينات. ثم انضوى عام 1949 تحت مسمى الحزب الاشتراكي، وبعد ثورة 23 يوليو في مصر التي أطاحت بالملكية انخرط في التيار اليساري وبقي فيه نحو عقد من الزمن. تسببت طبعا هذه الأفكار والمواقف السياسية في مشاكل كثيرة له، ففصل من الجامعة وسجن عام 1959. استغل طبعا عمارة فترة السجن اللي نهزت 6 سنوات في الكتابة، وكانت هذه مرحلة التطور الفكري الأولى عند محمد عمارة، وهذا السبب اللي أشرنا له في بداية المحاضرة في تأخر حصوله على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أنه 6 سنوات كان مسجونا من 59 إلى 65. فألف 4 كتب أو 4 كتب في السجن، كانت هي القاعدة الأساسية لتطور الفكر فيما بعد. أخيرا بعد هذه المرحلة وبعد خروجه من السجن انتهى به المطاف إلى مغادرة الجبهة اليسارية والانضمام إلى التيار الإسلامي. ولاحظوا أن هذه المرحلة 64-65 اللي كانت فيها مرحلة صعبة جدا في مصر، هي مرحلة قمع التيارات الإسلامية في ذلك الوقت وردود الأفعال التي ترتبت على ذلك والصراع بين الإسلاميين والقوميين، قصة مشهورة لا أريد أن ندخل في تفاصيلها. هو في هذه المرحلة حصل عنده التحول الفكري من اليسار إلى الإسلام. طبعا محمد عمارة كان صريح وواضح جدا، ما كان مثل بعض الناس يحاول أنه يخفي هذه التقلبات إذا سميناها أو التحولات الفكرية. لماذا؟ لأنه كتب فيها جميعا، مو مراحل مخفية من حياته، ما كان شخصية غير معروفة غير علنية بحيث يمكن أن يخفي بعض جوانب هذا، لا كان صريحا. فلما سئل عن هذا التحول الفكري والتغير قال: دخلت اليسار من باب الدفاع عن القضايا الثورية والعدالة الاجتماعية، لكنني اكتشفت أن حل المشكلة الاجتماعية هو في الإسلام وليس في الصراع الطبقي أو الماركسي. طبعا هو شبيه في هذه الحالة لكتاب ومفكرين آخرين في عموم العالم الإسلامي، بل في عموم العالم. إذا يعني نضرب مثل في هذا التنقلات روجيه جارودي أيضا من اليسار إلى الإسلام، وقص على ذلك واضرب أمثلة كثيرة. أما من غير الإسلام إلى الإسلام وأفكار، فليوبولد فايس أو محمد أسد هو المثال المشهور في هذا المجال. لكن في مصر كان معه في نفس المرحلة وشهد نفس التحولات خالد محمد خالد وعادل حسين وطارق البشري وطارق حجي وأسماء أخرى كثيرة جدا، هذا فقط في مصر. أما إذا انتقلنا إلى بلدان أخرى فسنجد أسماء أخرى كثيرة جدا. لما انتقل إلى الخط أو التيار الإسلامي،
كفكرة عامة أصبح إسلاميا، بدأ يدافع عن أفكار ومنطلقات ومبادئ وخصائص الإسلام والإسلاميين في وجه اليساريين والعلمانيين بشكل عام. في الإطار العلمي دخل مرحلة ثانية، لما دخل إلى الفكر الإسلامي من جديد من نافذة جديدة، وهو يبحث عن حل المشكلة الاجتماعية كما قرأنا من نصه قبل قليل. أين ذهب؟ ذهب إلى من يحملون هذه الفكرة، فكرة الحرية تحديدا في الفكر الإسلامي قديما، فوجدها أين؟ عند المعتزلة، فأعجب بالمعتزلة وتخصص فيهم وكتب عنهم الكثير في هذا المجال. ولكن بعد سنوات اكتشف بأن هذه الفكرة عند المعتزلة من حيث المبدأ السليم، وهي فكرة إسلامية عامة ليست خاصة بالمعتزلة، ولكن من حيث التطبيق على الأرض والواقع وإعطاء الحلول، وجد بأن فكر المعتزلة وغيرهم قاصر عن أن يبلور نظرية إسلامية حقيقية في موضوع العدالة الاجتماعية والحريات وما إلى ذلك. فبدأ يدرس موضوع الحريات وتوسع فيه، وانتهى أخيرا إلى تبني الموقف الإسلامي العام، وعاد على بعض أفكاره القديمة بالنقد والرد. حين ذاك كما يقولون تمحض مفكرا إسلاميا شموليا، بمعنى أنه يجمع أطياف الفكر الإسلامي من جميع الاتجاهات، ثم دخل مرحلة الدفاع القوية والواضحة والصريحة عن الإسلام في مرحلة السبعينات والثمانينات، التي شهدت صراعا كبيرا بين الإسلاميين والعلمانيين في ذلك الوقت، وحدثت طبعا بغض النظر عما ترتب عليها من مشاكل بعد ذلك وصراعات مع النظام، لكن قبل ذلك كان هناك نقاش وجدال فكري ومناظرات وحوارات ومؤلفات، قسم منها ظهر على شكل كتب، ولعل من أشهرها المناظرة المشهورة بين الإسلاميين والعلمانيين في معرض القاهرة للكتاب، فقد كان هو والشيخ محمد الغزالي وشخص ثالث في جبهة أو في طرف، وفي الطرف الآخر كان فرج فودة وفؤاد زكريا وعام شخص ثالث، ونشرت في بعد ذلك هذه المناظرات، وكانت الحلقة الأساسية اللي فتحت المجال للكتابة بعد ذلك في التسعينات في هذا السياق تحديدا. فإذا هذه مرحلة نستطيع أن نقول بأنها مرحلة وسيطة، انتقال من الفكر اليساري الفكر الإسلامي من وجهة نظر المعتزلة، ثم الفكر الإسلامي النقي، وهي المرحلة الثالثة التي انتهى إليها وذهب فيها بعيدا، ونتاجه الفكري الضخم والكبير والناضج جرى في هذه المرحلة. هناك مرحلة طارئة لا نستطيع أن نسميها مرحلة فكرية، وإن مرحلة فكرية عامة، وإنما توقف، مرحلة جزئية تفصيلية، تعثر نستطيع أن نسميها، وليس وحده كان فيها، وإنما هو شريك لكثير للأسف من الإسلاميين اللي وقعوا فيها، وهي مرحلة الثمانينات وما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، والإعجاب بالثورة والكتابة عنها والاعتقاد بأنها ثورة إسلامية صحيحة. وهو ليس وحده، كثير من الكتاب الإسلاميين تأثروا بهذا ثم بعد ذلك عادوا عن هذا الرأي. هو كتب كتاب متقدم في عام 1982 بعنوان الفكر القائد للثورة الإيرانية، ثم بعد ذلك بدأ ينقد هذا الفكر في كتاباته المتأخرة. طبعا الواقع أجبره وأجبر غيره من الكتاب الذين ذهبوا هذا المذهب على هذا الموضوع، خاصة بعد ويلات ما جرى في العراق، الحرب العراقية الإيرانية ثم ما تبعها إلى يومنا الحاضر، وله نصوص وتعليقات وحوارات صحفية تظهر هذا الموقف كما ينبغي، وسنستشهد بنص منها في آخر هذه المحاضرة. هذا من حيث النتاج الفكري والتحولات الفكرية. ننتقل أخيرا إلى معالم المنهج الفكري، منهجية الرد والدفاع عن الإسلام. برز هذا في كتاباته ومؤلفاته ومناظراته وأحاديثه الصحفية والإعلامية والفضائية وحواراته، وفي كل شيء في حياته أيضا برز أنه مدافع حريص عن الإسلام. طبعا هذا المنهج ليس جديدا، هو يشابه ثلاثة ممن تقدموا على مراحل زمنية مختلفة. المرحلة الأولى مرحلة شكيب أرسلان، من أبرز المدافعين عن الإسلام، ولكن شكيب أرسلان كان يركز على الجانب التاريخي والحضاري بحكم المرحلة الزمنية اللي كان يعيشها، توفي في الأربعينات. ثم أنور الجندي رحمه الله، الكاتب المشهور المثقف الإسلامي الكبير، لكن كان يركز على الجانب الثقافي العام بحكم عدم تخصصه العلمي الشرعي، وكتاباته كانت قاعدة ممهدة لكتابات أخرى بعد ذلك. ثم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، صاحب المنهج الفكري النقدي التوجيهي
الدعوي كتاباته طبعا من الخمسينات إلى التسعينات أسست لمرحلة بناء منهج دفاعي عن الإسلام بعيدا عن الفكرة القديمة السلبية اللي كانوا يسمونه الإسلام في قفص الاتهام. كان يعيبون على المتقدمين بعض المتقدمين أنه يدافع عن الإسلام بضعف، كأنه الإسلام في قفص الاتهام ويحاول يدفع التهم عنه. هاي في مرحلة نهاية القرن التاسع عشر والعشرين، مرحلة جمال الدين أفغاني ومحمد عبده ومن كان معهم. وجت مرحلة أخرى تقول لا، نعرض الإسلام وحقائقه كما هو بقوة وبصراحة وبدون دفاع، وتميز فيها كتاب كثر يعني في أواسط القرن العشرين، ما أبرزهم كان عباس محمود العقاد. لكن جاءت مدرسة ثالثة قالت لا، ندافع عن الإسلام بحقائقه ليس كمتهم، وكأنما صاحب، وإنما صاحب حق يصال عليه، تلقى عليه الشبه، تهاجم حصونه من الداخل أو من الخارج وما إلى ذلك. وهذه المدرسة طبعا مدرسة محمد حسين وآخرين، تميز فيها رحمه الله محمد عمارة حتى أصبح كأنه رمز لهذه المدرسة. حتى قال عنها الشيخ القرضاوي في كتاب، ملاحظه مهمه، ملاحظه مهمه، الشيخ القرضاوي يكتب عن الدكتور محمد عماره هو اكبر سنا من الدكتور محمد عماره، لكن اعترافا بفضل محمد عماره على الاسلام كتب كتاب او كتيب عن محمد عماره بعنوان محمد عماره الحارس اليقظ المرابط على ثغور الاسلام. المعلم الثاني الرئيسي في كتابات محمد عماره هو الابتعاد عن الحديث في القضايا العلمية الدقيقة ولا سيما في الفقه والأصول والفتوى. الرجل احترم اختصاصه الرئيس وهو الفلسفة وما يتعلق بها، أبدع في مجال الفكر الإسلامي، رد على بعض المسائل ذات الصلة بالقضية التشريعية مثل ما شفنا بكتابه السنة التشريعية وغير التشريعية ودفع شبهات على الكتاب والسنة، ولكن دافع بشكل فكري عام، ما دخل، لم يفتي، لم يتصدى لهذا الموضوع كما تصدى للأسف بعضهم وأخطأ هنا أو هناك، لكنه أبدع في هذا المجال. أضرب لكم مثل استفدت أنا منه في يعني في دراستي في الكلية، موضوع أسباب النزول. بعض الكتاب المتأخرين العلمانيين يقولون بأنه ينبغي أن نفسر الأحكام الشرعية على أسباب النزول، يعني كل حكم شرعي نقول بأنه بسبب الواقعة التاريخية التي حصلت نزل هذا الحكم الشرعي، ما يسمونه بتاريخية التشريع أو تاريخية الأحكام. وبدأوا يستدلون ببعض قصص أسباب النزول، فقال لا بأس، هذا منهج غير صحيح، لأن العبرة عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن مع ذلك خلنا نجي وياكم، يابا خلنا نسوي جرد، كم آية من القرآن فيها سبب نزول؟ فذهب على كتاب من الكتب المعتنية بذلك، تفسير السيوطي وتفسير الواحدي، فوجد بأنه الآيات التي أعطي فيها سبب نزول تبلغ نسبة من 8 إلى 11% فقط من آيات القرآن الكريم. طيب 89% الباقية وين؟ اختلت النظرية المقابل مباشرة، استخدم المنهج الاستقرائي العلمي فأبطل هذه النظرية وعاد عليها بالهدم، لكنه ما دخل في التفاصيل. وهذه حيدة وأمانة علمية واحترام للاختصاص ودرس من محمد عمارة لكثير من الدعاة الآن الذين للأسف يتسورون أحيانا أبواب الفقه والفتوى. ننتقل في المرحلة قبل الأخيرة أو في المحور قبل الأخير إلى أفكار ومصطلحات بلورها محمد عمارة، أو صاغها محمد عمارة، أو قعدها محمد عمارة، أو نشرها محمد عمارة، أو تميز فيها محمد عمارة. سأخذ أيضا نظرة سريعة، من أبرزها مفهوم السلطة الدينية. تدرون كثيرين يهاجمون الإسلام بأن الإسلاميين يريدون أن يعودوا بالناس إلى الدولة الدينية. قال ماكو دولة دينية في الإسلام، كل الكتاب والمفكرين الإسلاميين يكتبون ويدافعون أنه ماكو دولة دينية في الإسلام، الدولة الثيوقراطية غير معروفة عند المسلمين، معروفة عند الغرب عند الكنيسة. لكن محمد عمارة صاغ وغيره من الكتاب مفهوم السلطة الدينية، قال فرق بين الدولة الدينية والسلطة الدينية. فهذا من المصطلحات التي وجدها عند غيره ولكن طورها وأعطاها أبعاد مهمة. مفهوم المشترك الإنساني العام، هنا أنا استشهد بكتابه الغزو الفكري وهمنا حقيقة. أنا عرفت محمد عمارة وأنا في الثانوية، لكن أول كتاب قرأته له في أول دخولي الكلية كان كتيب اشتريته من معرض بغداد في وقت معرض الكتاب في بغداد بعنوان الغزو الفكري وهمنا حقيقة، طبع دار الشروق، قطع صغير لكنه كبير.
كان سؤال دائما يثيرونه او في مجال نقاشاتنا في الكليه وخارجه والكتابات الاسلاميه، انه احنا مسلمين وعايشين في العالم، نتفق مع العالم لو نختلف؟ فكانت تكون نظريه الاختلاف والابتعاد والانسلاخ والعداء والتكفير، واكون نظريه لا، الاندماج والميوعه، وبحجه انه هذا مشترك انساني عام واحنا لازم نساوق العالم ولا ننعزل وبذا. محمد عمارة قال هناك هذا فيه بعض الصحة في المجال العقدي، في المجال الأخلاقي، في الأحكام الشرعية الخاصة بنا، منظومة التشريع. لكن أكو قضايا أخرى يمكن، لأنه إحنا الإنسان مدني بطبعه كما يقولون، فهناك قضايا تسمى المشترك الإنساني العام. هو صاغ هذا المصطلح ثم شاع بعد ذلك هذا المصطلح، فمصطلح جميل، وأكو مشتركات إنسانية عامة نشترك فيها جميعا بغض النظر عن الدين واللون والجنس والعرق وما إلى ذلك، لكن أكو خصوصيات لكل دين. ثم تكلم عن حقوق الإنسان، قال غالبا نتكلم عن حقوق الإنسان في الإسلام وندافع، نقول هذه حقوق حقوق حقوق، قال له في الإسلام حقوق الإنسان ضرورات وليست حقوق، وركز على هذا الجانب أيضا. ثم تحدث عن الإبداع الفكري والخصوصية الحضارية، وهذا طبعا مترتب ومبني على المفهوم المشترك الإنساني العام. قال هناك إبداع فكري مفتوح لكل المسلمين، لكل البشر، وعلى المسلم أن يبدع، ولكن مع المحافظة على خصوصيته الحضارية. وأخيرا له كتاب بعنوان طريف يدل على وعيه واستمرار هذه المدرسة التي كتب فيها قبل العقاد، وكتب فيها شاكر مصطفى سليم في العراق فيما شاع في وقتها بمذهب ذوي العاهات، وتعرفون من المعني بذلك. فعنده كتاب بعنوان تحليل الواقع بمنهاج العاهات المزمنة، يقول أن كثيرون يحللون الواقع ولكنهم في الذات عاهات مزمنة لا تعطي تحليلا صحيحا، لأنها في الأصل هي تحتاج إلى أن تبعد عن الساحة، فما بالك عن ساحة التحليل. وهذا من الطرائف في العناوين التي استخدمها. أخيرا موقفه من العراق والهيئة. في حوار للهيئة نت معه في يوم الاثنين 2/5/2016 نشر، أجراه الدكتور عبد المنعم جمعة صالح مدير مكتب الهيئة في القاهرة ومسؤول القسم المهني حاليا في الهيئة، زاره في شقته في وقتها وأهداه كتب الهيئة واطلع عليها، فسأله عن العراق وعن الهيئة وعن الشيخ حارث الظاهري. أقتبس لكم الأجوبة وهي لا تحتاج إلى تعليق. قال العراق: وصف عمارة احتلال العراق في القرن 21 بمأساة فلسطين في القرن 20، وأشار إلى مخطط ضرب العراق الذي كان لديه مشروع تنموي وعلمي وثقافي وعسكري، وتمكن من مواجهة المشروع الفارسي بهذه العبارة، هي عبارته هو، كان يهدف إلى تقسيم العراق والسيطرة على ثروات شعبه ولا سيما النفطية منها. وأسهب في الحديث عن هذا الموضوع وتطرق للمؤامرات، ومنها ما كتبه المستشرقون وغيرهم، وآخرها ما كتبه برنارد لويس، يعني استفاض في الموضوع استفاضة كبيرة جدا. أما عن هيئة علماء المسلمين فقد أكد الدكتور محمد عمارة في حواري مع الهيئة أن هيئة علماء المسلمين ما زالت مرابطة على ثغرة، فهي صوت صدق وحق تجاه المأساة التي يعيشها الشعب العراقي. وبين نقطة مهمة سبقه إليها عبد الإله بالقزيز المفكر المغربي المعروف، قال: تجمع الهيئة بين الحس العربي والحس الإسلامي، وهي الصبغة التي تحتاجها الأمة في هذا الوقت. وأضاف: أنا أتابعها، وهم، يقصد الهيئة مكتب القاهرة في وقتها، يرسلون إلينا الأخبار بالفاكس، كنا ما يستخدم هو، كانت وسائل التواصل بعد ما منتشرة، وبريد الإلكتروني ما يستخدم، فكنا نرسلها له بالفاكس. أما عن الشيخ حارث الظاهري رحمه الله فقد قال: أشيد وأثمن الموقف أو مواقف الشيخ حارث الظاهري رحمه الله، فقد التقيته في عدة مؤتمرات، منها مؤتمر رابطة خريجي الأزهر، وحقيقة كما يقول هو محمد عمارة عن الشيخ حارث الظاهري، كان الرجل صامدا صابرا مثابرا، مدركا لأبعاد الموقف الذي يعيشه العراق والأمة، وأشهد أنه كان مجاهدا ومناظرا في كل ما يقوم به وما يفكر فيه. هذا الرجل من أصحاب الرسالات، يعيش لقضية ويجاهد لقضية ويحيا لقضية ويتطلع لقضية ويقف على هذه الثورة رحمه الله تعالى. هذا كلام محمد عمارة انتهى. أخيرا من باب الوفاء من الهيئة، عندما قامت قناة الرافدين ب
استحداث برنامج جديد بعنوان مقاصد، وبرنامج ديني يتحدث عن مقاصد الإسلام وليس عن القضايا التفصيلية. اقترحنا أن تكون الحلقة الأولى لأهمية الموضوع مع الدكتور محمد عبارة، فتم الاتصال به ووافق مشكورا وظهر في الحلقة الأولى لبرنامج مقاصد، وقد أعيدت قبل أيام في قناة الرافدين. أما آخر العهد بمحمد عمارة فكان قبل أسابيع. الإخوة في القسم العلمي وتحديدا أخونا الدكتور عماد اتصل به إلى القاهرة على الهاتف الأرضي، لا يملك الهاتف الأرضي، ودعاه للمشاركة في المؤتمر العلمي الرابع اللي هي بعنوان التجديد في الدراسات الإسلامية. فاعتذر أولا بالمرض، كانت بداية المرض، سبحان الله ما كنا نظن أنه مرض الوفاة. وأيضا قال أنا كتبت عن التجديد كثير وليست لدي قدرة بسبب المرض أن أكتب شيئا جديدا، يعني عنده نية، فإذا الله سبحانه وتعالى مكنني ممكن أنه يعني شيء مما كتبته سابقا. فعذرناه للمرض لأنه صعب جدا يعني ينتقل وسفر، ثم توفي رحمه الله. فهذا من باب الوفاء له، وإن كنا أقول أنا مقصر شخصيا في أنه للأسف التقيت به عدة مرات، ولكن لقاء مطول وواسع، كنا مشغلين بأمور أخرى، وهذا حصل مع آخرين من أصحاب الفضل والعلم. أخيرا رحم الله الفقيد الدكتور محمد عمارة وجزاه عما بذل في سبيل قضيته خير الجزاء، وألهم أهله ومحبيه الصبر الجميل، وعوض الأمة رجال من الكفاءة والغيرة والعزم يدافعون عنها ويردون عن حياضها بالدليل والحجة والكتاب والموقف والرأي والنصيحة ومعرفة مواقف الآخرين والتواصل معهم. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا دكتور مثنى حارث الضاري على هذه المحاضرة التي استفاضت في ذكر كتابات الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى وميزات فكره رحمه الله. ونلتقي في أسابيع مقبلة إن شاء الله. والآن صلاة الغائب على روح الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى.